مساء الخير وحياكم الله في حلقة جديدة للراصد. الحلقة هذه فيها العديد من الموضوعات. أول موضوعات حلقة الليلة: وزارة العمل تمكن السوريين من الحصول على تصاريح عمل مؤقتة بطريقة ميسرة عبر بوابة أجير الإلكترونية. أمانة جدة تلزم جميع الجهات الخدمية بتوفير استشاري للتأكد من جودة الأعمال المنفذة من مقاوليهم. وبنشوف في حلقة ليلة أيضاً: المركز السعودي لزراعة الأعضاء يحذر من التعامل مع مراكز ربحية لعلاج مرضى السكري عبر زراعة الخلايا الجذعية. أيضاً في منطقة جازان قصص لكفاح ونجاح الآباء والأجداد في فن الهندسة المعمارية. والراصد يرصد مخالفات العمالة السائبة في حراج الكمبيوتر في علي الرياض. أتاحت وزارة العمل اعتباراً من اليوم الأربعاء خدمة إلكترونية جديدة تمكن الأشقاء السوريين من الحصول على تصاريح عمل مؤقتة بطريقة ميسرة عبر بوابة أجير الإلكترونية، وذلك إنفاذاً للأمر السامي بمنح الأشقاء السوريين على أرض المملكة تصاريح عمل مؤقتة لستة أشهر قابلة للتجديد، واستمرار تقديم التسهيلات لهم نظراً للأوضاع الحالية اللي تمر فيها بلادهم. أوضحت وزارة العمل أن بوابة أجير جاهزة لاستقبال طلبات السوريين وفق القواعد والإجراءات الخاصة بالأمر السامي، اللي أكدت الاكتفاء بتأشيرة الزيارة التي يحملها السوريين وعدم الحاجة لطباعة أي هويات تعريفية من قبل الإدارة العامة للجوازات. هذا الموضوع يجي بعد ما كان في أيضاً حملة تصحيحية كبيرة جداً في كافة أرجاء المملكة للأخوة اليمنيين. الآن أيضاً هذه الحملة التصحيحية أيضاً للأخوة السوريين، يعني دعم غير مسبوق في كل المجالات للأخوة من الجنسيتين. للحديث عن هذه البوابة الإلكترونية الجديدة وكيفية التعامل معها، معي عبر الهاتف مدير عام الإعلام بوزارة العمل الأستاذ خالد أبو الخيل. أهلاً أخوي خالد. هلا، مساك الله بخير اخي عبد الله. مسيت بالنور، حياك الله. يا هلا مرحبا. من زمان عنك ترى. الله يطول في عمرك، احنا مستعدين في اي وقت. طيب الله يسلمك. ابغى اشوف الفكره، فكره اجير اللي اطلقتها وزاره العمل هذه، ايش الفكره هذه وايش المرجو منها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا زي ما ذكرت انت قبل شوي في التقرير انها هي تنفيذا للامر السامي الكريم. الخدمه هي الكترونيه. طبعا سبق انها طبقت على الاشقاء اليمنيين، والان هي تطبق على السوريين. طبعا مدتها الاشعار هذا يتقدم، يعني العامل السوري اذا سواء رجل او امراه يتقدم الى المنشاه، ثم المنشاه هي اللي تطلب اصدار الاشعار من قبلها، ثم يصدر الاشعار، ثم يتم التوظيف. طبعا الخدمة أطلقت أمس، واليوم وصل العدد اللي سجلوا أو المنشآت اللي سجلتهم حوالي الآن وصل ل 400. مدتها زي ما ذكرت أنها محددة 6 شهور. نتأمل إن شاء الله أن تنتهي أوضاع الأخوة السوريين ثم يعودون وتنتهي الخدمة، ثم لو استمرت الأوضاع، وهذا إن شاء الله يعني ما نتمنى، أنها ممكن يجدد لهم 6 شهور أخرى وهكذا. الآن كم يعني أنتم يمكن عندكم بعض الأرقام، كم اللي ممكن تستهدفونه؟ كان الأخوة اليمنيين وصلنا لأكثر من 1 مليون وشوي، الآن نتكلم عن السوريين، كم اللي أنتم تتوقعون ممكن يخدمهم هذا النظام؟ والله طبعا هو السوريين العدد الموجود يعني
عند الداخلية بالضبط ما أدري كم متواجد عرض المملكة، لكن حنا نستهدف أي أحد يتقدم يعمل وفق الشروط اللي ذكرناها حنا، في العمر محدد ومحدد طبعا يكون لازم الشركة المنشأة اللي تسجل تكون في النطاق الأخضر فما فوق، هو يحسب عامل يعني عامل وافد، فبالتالي لا ننظر إلى الرقم يعني مهما كانت الأعداد، لكنها في بعض المهن طبعا مقتصرة على السعوديين والسوريين الأشقاء السوريين لهم كافة المهن. يعني تجديد الآلية الآن اللي أنتم قاعدين تستخدمونها، هل هي آلية نفس اللي كانت مع اليمنيين؟ كانت الآلية اللي مع اليمنيين سهلة جدا، حتى من خلال الجوازات ومن خلال كل الأجهزة، أنه كانت الآلية سهلة جدا وبسرعة يأخذ بطاقته ويمشي. بالضبط، هو زي ما ذكرت لك عبد الله، هو الآن يتقدم العامل إلى أي منشأة، المنشأة هذه لابد أن تكون مسجلة في وزارة العمل طبعا، ولا يحق له أنه مثلا يسجل عند أفراد، فقط عند منشآت، يعني ما راح تستخدمه كسائق أو كأي وظيفة ثانية داخل العمالة المنزلية، فقط هو المنشآت الخدمة وليس الأفراد. فبالتالي هو زي ما قلت يتقدم إلى المنشأة، ثم أن المنشأة هي اللي تطلب إصدار الإشعار، ودور الوزارة هو علاقة يعني توثق هذه العلاقة التعاقدية ما بين العامل وبين المنشأة. طيب إذا كان عمالة منزلية، يعني واحد في استراحته أو في البيت أو كذا، واتفق هو العامل هذا، وش المشكلة إنه يكون التجديد، يعني يكون بينه أو البطاقة هذه تكون بينه وبين فرد، يعني ما يكون بينه وبين شركة؟ هو حال النظام فقط على المنشآت، الأفراد ربما يعني يصير فيها قرار مستقبلا، لكن الأخوة اليمنيين كان فعلا يعني فيها ممكن على الأفراد وعلى المنشآت، لكن حاليا الأخوة السوريين فقط على المنشآت، لكن مستقبلا زي ما قلت لك ربما يصير شيء يعني يكون في قرار أو شيء. طيب أنتوا وين المواقع اللي ممكن نجي نزوركم فيها؟ ودنا نسوي تقرير عن هالموضوع. هل الناس يراجعونكم في الوزارة مكاتب العمل ولا النظام الإلكتروني كامل؟ لا، الإلكتروني بحت يعني فقط، هو يدخل ويطبع الشعار بعد ما تأكد الوزارة أن هذه المنشأة يعني مسجلة فعليا، وأن المنشأة أيضا أحيانا ربما تعرف بعض المنشآت عليها مشاكل مثلا في السعودة ما تسجل، وبعض المنشآت مثلا في النطاق الأحمر أو ما تسجل، فهي وبعدين يعني هو لما تسجل هذا السوري خلاص يحسب لك بعامل موزون يعني ضمن النطاقات، فبالتالي هو ينطبق عليه كافة إجراءات. بالنسبة لنا احنا فقط خدمة إلكترونية بالكامل 100% طبعا، وكلها تتم إلكترونيا، وحنا نتأكد من سلامة المنشأة وسلامة العلاقة التعاقدية زي ما ذكرت لك، ونوعية الوظائف اللي يؤديها. الله يوفقكم أخوي خالد أبو الخيل، شكرا لهالجهد الكبير جدا، والشغل الإلكتروني دائما يخلي يبعدكم عن الزحمات ويبعدكم عن الطوابير الطويلة. شكرا جزيلا لكم، مدير المركز الإعلامي بوزارة العمل أخوي خالد أبو الخيل، شكرا جزيلا لك، يعطيك العافية. نروح فاصل ونشوف في واحد من شهدائنا اللي ضحوا بأرواحهم فداء لهذا الوطن، ونرجع من ثاني ملفات أخرى في هذه الحلقة أيضا. قواتنا التي تدافع عن ديننا قبل كل شيء، وعن بلاد الحرمين، ومن دافع عن بلاد الحرمين وحدودها وأمنها الداخلي فهو يدافع عن وطن يستحق منا الدفاع عنه، وشعب وفي يستحق منا توفير أمنه في الداخل والخارج. عندما تجتمع حرفية الجودة بالتصاميم المميزة والخامات الجديدة، تأكد أنها أشمغة وغطر بروجي الشتوية من عجلان وإخوانه. ثوب دروش الشتوي الحل الأمثل للأناقة، والآن ثوب دروش فروة بأناقة الثوب السعودي وبطانة الفروة من عجلان. We'll be right back.
ألزمت أمانة جدة جميع الجهات الخدمية الكهرباء والاتصالات والمياه بتوفير استشاري للتأكد من جودة الأعمال المنفذة من مقاولينهم والحد من هبوطات وحفر الشوارع المتكررة. هذا جاء خلال ورشة عمل نظمتها الأمانة تتعلق بنظام ضبط الجودة في تنفيذ أعمال تمديد خدمات المرافق العامة بحضور الجهات الخدمية ذات العلاقة. وبحثت الورشة عدة محاور كان من بينها الحد من الهبوطات والحفر المتكررة في الشوارع وأسس ضبط جودة الأعمال المدنية وإجراءات تأكيد الجودة. واختتمت ورشة العمل بمناقشة عامة حول الجودة في تنفيذ أعمال تمديد خدمات المرافق العامة. للحديث عن هذا الموضوع ينضم لي عبر الهاتف من جدة المهندس عمر الحمدان المتحدث الرسمي لأمانة جدة. حياك الله مهندس عمر. مساك الله بالخير، أحييك أخي الكريم وأحيي جميع المتابعين لبرنامجك الناجح. حياك الله يا سيدي. يعني أنتوا عندكم إحصائية بعدد الحفر في جدة، أذكر أنه أطلعتونا على إحصائية بالحفر في جدة، صحيح؟ صحيح أستاذ عبد الله، بس أنا أبغى أفرق بين البرنامج اللي أنتم بصدده والبرنامج حق الحفر عموما، يعني اللي هي الدريات الحفر الأخرى. أنا عارف والله أنتم معاناتكم في الأمانة مش من عندكم، يعني بشكل كبير كثر ما هي موجودة عند جهات أخرى تسوي مشاريع في نفس الشوارع اللي أنتوا تسوونها، فعشان كذا قاعدة تصير في حفر، وعشان كذا قاعدة تطيح سيارات فيها، وعشان كذا قاعدة المشكلة تكبر كل يوم. عشان كذا الحلول إن شاء الله بإذن الله حتحد. كيف؟ بنسبة كبيرة. أنا أقول لك أول شيء خليني أبدأ من الأمر السامي الكريم لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله بخصوص تنفيذ الخدمات وضمان التنسيق الكامل لتنفيذ هذه الخدمات واستفادة دولية في هذا المجال. حتوجه حفظه الله بإنشاء لجان دائمة للتنسيق المشروعات في جميع أمانات وبلديات المناطق، ومن خلالها طبعا الأوامر السامية تم إقرار اللجنة العليا للتنسيق برئاسة رئيس برئاسة معالي الأمين ورؤساء جميع القطاعات الخدمية، وأنا أحط تحت خطين الرئيس القطاع شخصيا حسب توجيه صاحب السمو الملكي المستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة، أحسن تكون القرارات نافذة وفعالة. طبعا اللجان التنسيق العليا يعني بعد عدة اجتماعات تم الوصول إلى التوصيات، ومن ضمن هذه التوصيات اللي هي زي ما تفضلت أنت في البداية إقامة أو عمل ورش العمل لتكون توصياتها ملزمة لجميع القطاعات الخدمية بما فيها الأمانة. مهندس بس إحنا عندنا مشكلة ترى طويلة عريضة في هالموضوع، ما هي في جدة ترى، هذه في كل المناطق. يعني يجيك هذا بعد ما توكم أنتم مخلصين الشارع، يجيك الأخ في الله يقول لك نسينا نبغى نحط حفرية كهرب، ولا نبغى نحط ماسورة موية، ولا صرف صحي، ويلا الشارع يصير يعني رسمة جميلة بعدين. ها صحيح، أنا أكد على الكلام هذا. في السابق كان موجود لأنه عملية الحفريات وتمديد الخدمات وتطبيقها ما كان يعني ضعف، خلينا نقول في التنسيق بين الجهات الخدمية كلها. الآن طبعا التصاريح حسب نستخرج في موجب نظام سيستم معين تشارك في جميع القطاعات الخدمية، فمن ضمن الإلزام على الجهة الخدمية هي عمل خطط سنوية وخطط أكثر يعني لمدة 5 سنوات عشان الجهات الأخرى كمان تحسب حساب الخدمات. أنا لما أجي أحفر في شارع لازم اني ما اخلي الشارع لين يصانع او اسفلته جديده واجي احفر فيه، لازم انا اكون في خطتي، انا اوضح في خطتي انه خلال الستة اشهر الجايه انا اسفلت الشارع الفلاني والشارع الفلاني. والخطه هذه تكون موجوده على لاير موجوده ممكن اطلع عليها من جميع الجهات. مهندس هل هذا الكلام في امانه جده فقط؟ هذا الكلام المفروض الآن حسب التعليمات حيكون مطبق في جميع الأمانات والبلديات في المملكة. احنا شفناه الآن بس في جدة، إلى الآن احنا شفناه في جدة، نبغى نشوفه في المناطق الأخرى بحيث المشكلة هذه تنتهي، لأنه دائما تلقى في الحي اللي ساكن فيها أنه هذه الحفريات يوميا، والآن مع القطار صاير الحفريات ما شاء الله
يعني بشكل كبير جدا. يعني بتكون حفر جدة في الشوارع الرئيسية والفرعية، تتصور أنها بتكون شيء من الماضي، بنصير نتذكرها بس؟ والله هو إلزامي الحقيقة. أي. هذه التعليمات إلزامية، عندك شركة المياه والكهرباء الاتصالات الإنارة والكهرباء المترو قطاع الحرمين خلينا نقول أرامكو والنقل والمواصلات، المفروض جميع هذه معنية بالأمر السامي والتنسيق يعني عارف الفعال بين جميع الإدارات هو السبيل الأول للنجاح في إيصال الخدمات والمرافق الخاصة العامة. صحيح. مهندس عمر الحمدان المتحدث الرسمي لأمانة جدة، شكرا جزيلا لك. نشكر للأمانة مثل هذه الجهود، يعطيكم العافية سيدي، ألف شكر. حذر المركز السعودي لزراعة الأعضاء مرضى السكري من التعامل مع مراكز ربحية في 10 دول تحوم حولها العديد من الشكوك بعد مزاعمها اكتشاف علاج نهائي لمرض السكري عبر زراعة الخلايا الجذعية. المزيد في التقرير التالي وراجع نتكلم في هذا الموضوع من ثاني. حذر المركز السعودي لزراعة الأعضاء من عيادات تعمل في الخفاء بغرض الربح المادي وبعيدا عن أخلاقيات المهنة من خلال زعمها بعلاج مرض السكري نهائيا عن طريق زراعة الخلايا الجذعية. المركز أشار إلى أن هذه المراكز التي تنشط عبر مواقع التواصل الاجتماعي تنتشر في كل من تايلاند الصين والهند ومصر والأردن ولبنان والبرازيل والأورغواي والمكسيك وسويسرا، لافتا إلى أن موضوع زراعة الخلايا الجذعية ما زال قيد الدراسات والأبحاث العلمية. من جانبه حذر المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة الخليجيين من سماسرة العلاج في الخارج، خاصة أن علاجات السكري ما زالت تخضع للدراسات ولم يعتمد أي منها بصورة نهائية، مبينا أن المملكة تحتل المركز 7 عالميا في انتشار مرض السكري. وبين الأطباء أن نمط التغذية والسلوك الخاطئ الذي يتبعه البعض يعد من أهم الأسباب التي تؤدي لزيادة داء السكري في المملكة. الأطباء أوصوا المرضى بالمحافظة على مستويات سكر الدم تحت السيطرة الصارمة للتقليل من احتمالية الإصابة على المدى البعيد بالاعتلال الشبكي. للحديث عن هالموضوع اللي كثير صايرين الآن يعني يروحون لدول كثير لزراعة يعني للعمل على السكري، وأنه في دول صاير عندها الموضوع هذا منتهي الآن وصار في علاج للسكري، ينضم لي مباشرة من جدة البروفيسور عبد المعين الأغا استشاري الغدد الصماء في كلية الطب بجامعة الملك عبد العزيز. أهلا دكتور. حياكم الله وأسعد الله مساءكم. يعطيك العافية سيدي. الله يعافيكم يا رب. يعني الحين في تحذير من 10 دول يعني في حديث عنها كبير جدا أنه فيها علاج. هل العلاج صحيح موجود للسكري في عدد من الدول الآن وإحنا ما ندري عنه؟ حقيقة في البداية أحب أشكر التلفزيون الإخبارية على إتاحة فرصة لي والتحدث عن هذا الموضوع. هذا الموضوع له عدة سنوات والكثير من المراكز تدعي أن هنالك علاج نهائي لمرض السكر، وفي الحقيقة لا يوجد إلى هذه اللحظة أي علاج نهائي لمريض السكر، وإنما هي فقط تجارب وأبحاث أجريت على بعض الحيوانات، أجريت على بعض البشر المتطوعين، وإلى الآن حقيقة لم تنجح ولم يصرح لها من قبل منظمة السكر العالمية. خليني أعطيك دولة فيها عمل على الخلايا الجذعية. أنا أشوف في ناس أعرفهم راحوا للهند وصارت أمورهم نوعا ما جيدة يعني في الخلايا الجذعية. هل هذا مؤذن أنه نجح الموضوع هذا أو أنه نجح مع فلان ولن ينجح مع الطرف الآخر؟ نعم، مثل ما تفضلت أنه لما نحن نقول نجاح، النجاح لابد يكون على شريحة كبيرة، ليس على شخص أو شخصان أو نجاح جزئي. على سبيل المثال كان يتعاضى مثلا مريض السكر كان يأخذ 20 وحدة في اليوم أصبح 15 وحدة في اليوم. هذا لا يعتبر من ناحية طبية نجاح، إنما المرضى يعتبروا أنه هذا نجاح أو يعتقدوا أنه هذا نجاح، وإنما النجاح هو التخلي النهائي عن حقن الإنسولين، وإلى هذه اللحظة لم أرى واحد من مرضى تخلى نهائي عن حقن الإنسولين. المشكلة أنه الدول اللي العشرة اللي يتكلم عنها المركز السعودي لزراعة الأعضاء ما هي مشهورة بشكل كبير جدا في الطب وفي تهافت كبير عليها، أنتم ما قاعدين تشوفون هذا الشيء؟ طبعا، ونحن حقيقة بأمانة جالسين نحذر مرضانا
عن طريق الجرائد المحلية، عن طريق الإعلام السعودي، عن طريق الواتس، عن طريق التواصل الاجتماعي، مواقع التواصل الاجتماعي. ولكن حقيقة في مشكلة لدى كثير من الناس أنه لا يعتقد أنه كلام الموجه اللي صحيح إلا لما يروح ويجرب نفسه، وبعد الفشل يرجع يقول والله صحيح كلامك يا دكتور، رحنا وما نجحت العملية. دكتور، إيش الأشياء اللي ممكن تكون سلبية، أو أنه ممكن يعني شخص راح هناك ورجع ممكن يكون في شيء جدا سلبي عليه، إيش الأضرار اللي ممكن تلحق بالشخص؟ أيوة نعم، أول شيء الضرر المالي. طبعا هذه العمليات مكلفة، يعني كثير من الإحصائيات تشير أنه تكلفة العملية الواحد تتراوح ما بين 35 إلى 45 ألف دولار. هذه تكلفة العملية فقط، غير تكلفة السفر والسكن والفحوصات الطبية. فإذا أول ضرر هي ضرر مالي، ثم الضرر الجسدي، لأنه هذه الخلايا هنالك بعض التخوف أنها لربما يوما ما تتحول إلى خلايا سرطانية، وبالتالي هذا المريض الذي زرع له خلايا جذعية ولم تعمل كذلك في خطر أن تتحول إلى خلايا سرطانية يوما ما، فهنالك ضرر أو مخاوف أنه على صحة هذا الشخص. يعني ممكن يكون هو رايح للعلاج الآن أنه ممكن تكون الخلايا هذه تكون بكرة أشياء سرطانية مضرة عليه. طبعا لأنه هي ممكن تتحول لأي خلايا، سواء كان خلايا سليمة أو خلايا غير سليمة. وهذا ما موقف العلماء، هذا الشيء الموقف العلماء والمتخوف أنه ينتشر، وإلى بعض يعني تكون دراسات أكيدة التخوف من أحد التخوفات التحول إلى خلايا سرطانية. أنت شايف أنه المراكز اللي في الدول اللي تكلمت عنها، المراكز هذه اللي موجودة فيها تستهدف السعودية بشكل كبير، لأنه السعودية تعتبر من الدول عالية الإصابة بمرض السكري؟ صحيح، ليس فقط السعودية، السعودية ودول الخليج. أي بس السعودية فيها نسبة أكبر. نعم. أي. بس دول الخليج ما هي بعيدة عن السعودية. نعم. قريبة جدا من السعودية. فهل أنت، هل هم قاعدين يستهدفون المنطقة هذه بشكل كبير؟ طبعا يستهدفونها من جهتين، من جهة الأولانية الناحية المالية، لأنه الحمد لله الناحية المالية يعني الكثير قادر على دفع هذه التكاليف. الشيء الثاني قلة حقيقة الوعي الصحي لكثير من المرضى، والاعتقاد بأنه هذا علاج نهائي، وعدم الإصغاء لنصائح كثير من الأطباء. طيب، في مراكز مصرح لها نقدر نتكلم عنها، أو في دول عندها خدمات جيدة نوعا ما لمرضى السكري تخفف من وطأة الألم اللي يشعرون فيه بعض المرضى؟ إلى هذه اللحظة لا يوجد مركز مصرح عالميا، كل هذه المراكز تجارية بحتة تقوم بالعمل التجارب على البشر. إذن ما في شيء مصرح فيه، والأمور الآن يعني لا زالت كلها تجارب، تنجح مع فلان وممكن تضر الشخص الآخر. صحيح؟ صحيح. جميل. طيب، إحنا عندنا مرض السكري منتشر بشكل كبير جدا، نتكلم على السعودية وأيضا على قولك أيضا الخليج. اللي ما أصيب بالسكري كيف إحنا نقدر نحافظ عليه؟ سؤال جميل جدا. حقيقة السكري له كذا نوع، يعني النوع اللي هو المنتشر والنوع الثاني وهو المرتبط بالسمنة. أيه؟ لكن هناك أنواع أخرى غير مرتبطة بالسكر، مثل النوع الأول، وهذا يصيب أكثر شيء الأطفال والشباب واليافعين. لو تكلمنا على أكثر انتشار المرض في المملكة العربية السعودية، أكثر نسبة هي نسبة النوع الثاني. النوع الثاني هو المرتبط بالسمنة. لكي نحمي الشعب أو المجتمع من كثرة هذا العدد الهائل من السمنة، من السكر، لابد نحميه من السمنة. الحماية من السمنة له عدة طرق، يعني أهمها تغيير النمط الحياة. الحياة في السعودية تغيرت كثير، نمط الحياة تغير كثير، الناس تحولوا من قرويين إلى مدنيين بسرعة فائقة. خلال 20-30 سنة تحول المجتمع من مجتمع قروي أو بدوي إلى مجتمع حضاري. الوجبات السريعة أصبحت منتشرة في كل مكان، عدم الحركة، الاعتماد الكلي على السيارات، على المصاعد، على وسائل النقل، وتركوا الناس المشي، الحركة،
تركوا الغذاء الصحي المعتمد على الخضار، الفواكه، الأشياء الطبيعية، واتجهوا إلى الأشياء المعتمدة على النشويات، الأشياء المعتمدة على الدهون المشبعة، الوجبات السريعة، شرب المياه الغازية. هذه كلها حقيقة أدت إلى تحول كبير في نسب السكر والسمنة في المملكة العربية السعودية. إذا نتكلم أنه السبب الرئيسي للسكري في السعودية ودول الخليج السمنة، يعني نقول رقم واحد. نعم، رقم واحد ورقم اثنين وإلى رقم عشرة هي السمنة. طيب الأساس. نعم. طيب يا سيدي، نتكلم عن السمنة أنها سبب رئيسي. طيب الأعمار اللي قاعد يوصلها السكري الفترة هذه تتكلم من سن كم إلى سن كم؟ تخيل أنه أطفال عمرهم 8 سنوات و10 سنوات يصاب بالسكر من النوع الثاني. النوع الثاني في قبل 20 سنة كان يصنف النوع الخاص بالبالغين. الآن أصبح الطفل عمره 8 سنوات أو 10 سنوات السمين لديه سكر من النوع الثاني. يعني أنا شفت حالات أعمار 8 سنوات وعنده السمنة وعنده السكر من النوع الثاني، وهذا يعني من 20 سنة ما كان يعني ما كان أحد يظن أنه يحدث في الأطفال. اللي إحنا قاعدين نشوفه في المطاعم والوجبات السريعة أنه ما عندنا نظام قاعد يحمي الطفل حتى من أبوه، أنه يجي يعطيه وجبة عالية مشبعة بالدهون وأيضا يعطيه مشروبات غازية. في دول ممنوع أنه يأخذ الطفل مشروبات غازية من المطاعم هذه. إحنا ليش عندنا ما في النظام هذا بناء على الموضوع أنه صاير شبه داء في البلد؟ هذه حقيقة الرسالة إن شاء الله، يعني المسؤولين يعني اللي يسمعوا هذا البرنامج يا ريت يعني يصدر نظام، عدة أنظمة. أول حاجة نظام تناول الوجبات السريعة والمشروبات الغازية للأطفال في المطاعم. أيوة. لكن الأهم من كذا حقيقة المقاصف المدرسية. هذه هي مشكلتنا الكبيرة الآن، يعني مشكلة الأهالي الكبيرة عندما يذهبون الأطفال لمدارسهم والمقاصف غنية بالوجبات السريعة. يعني تخيل مقصف يعني يبيع بيبسي ويبيع عصيرات تجارية مليانة سكر ودونات وهمبرجر، يعني كلها صارت تباع الآن في المقاصف. يعني ما صار الواحد يحتاج أنه يروح مطاعم وجبات سريعة، صار في داخل المدرسة، الأذى في داخل المدرسة نفسها. لا، والمشكلة أنه ترى هذه وجبة صباحية، يعني وجبة صباحية يجب أن لا يكون فيها مشروبات غازية والدونات والهمبرجر، يعني شيء مرة صعب أنه يكون الأطفال يفطرون المشروبات الغازية والوجبات الثقيلة هذه في الصباح. طبعا يعني هذا في كل العالم حقيقة الغربي ممنوع جدا، يعني محظور أنه في المقاصف تباع هذه الأشياء، وعندنا مسموح بشكل كبير، مفتوح المجال أي مقصف يجيب اللي يبغاه. وهذا حقيقة هو من أكبر يعني الأذى اللي صار أصابة الأطفال بالسمنة. طيب نمط التغذية والسلوك المؤدي إلى الإصابة بالسكري، وجبات سريعة، مشروبات غازية، سكريات عالية جدا، يعني الحالة اللي موجود بالأسواق هذه كلها الآن ممكن نتكلم أنها تصيب بالسكري وتضرب شباب في سن صغير جدا. نعم نعم، هذا اللي نشوفه يوميا. إيش الحلول في رأيك كشخص يعني قاعدين تعانون بالعيادات من كثرة الزائرين مرضى السكري؟ أنا حقيقة أنا يعني أتوجه في هذا اللقاء إلى المسؤولين في وزارة التربية والتعليم، في وزارة الصحة، إنهم حقيقة إنه يعني يصدروا قرار قوي منع المدارس والمقاصف الدراسية ببيع هذه المنتجات وبيع الأشياء الأساسية اللي يحتاجها الطفل. يعني الحليب، اللبن، حتى السندوتشات مثلا من سندوتش جبنة، سندوتش مثلا بيض مسلوق، يعني أشياء نظيفة ونقية. ليش يعني ما يصير عندنا قانون يعني صارم للمدارس بمنعها بيع هذه الأشياء؟ صحيح. يعني أنا أعتقد لابد هناك قرار يعني يصدر من جهات رسمية بمنع هذه الأشياء، لأنه غير كذا مهما تكلمنا نحن كأطباء، مهما نصحنا، مهما الإعلام توجه لهذه الأشياء، لن يتوقف هذا البلاء اللي صاير في المملكة من الوجبات السريعة والأكل غير صحي إلا بقرارات صارمة تمنع هذا الشيء. طيب شكرا جزيلا لك البروفيسور عبد المعين الأغا، استشاري الغدد الصماء في كلية الطب بجامعة الملك عبد العزيز. أشكرك وأتمنى نناقش الموضوع هذا من ثاني، لأنه في كثير من الأسر، كثير من الأطفال عندهم هذه المعاناة
أسر كبيرة جدا عندها المشكلة هذه، فإحنا إن شاء الله بنطرح هذا الموضوع ثاني وثالث ورابع بحيث يكون جزء من الواجب اللي علينا كواجب توعوي. شكرا جزيلا لك، يعطيك العافية. يعد الطراز المعماري في القطاع الجبلي في جازان فريد من نوعه، ونجده بارز في محافظة الداير بني مالك المتمثل في القلاع والحصول وأيضا الأبراج الأثرية المنتشرة فوق قمم وسفوح الجبال، واللي لا تزال تقف شامخة تروي قصص كفاح ونجاح الآباء والأجداد في فنون الهندسة المعمارية. عبد الله الفيفي من جازان مع تفاصيل هذه القضية وراح نتكلم فيها من ثاني. تزخر محافظة الداير بني مالك في منطقة جازان بالعديد من المعالم المعمارية والتراثية الجميلة التي تشكل إرثا تاريخيا يحكي حقبا من تفاصيل الحياة القديمة لدى سكان هذه المحافظة الجبلية التي تقع شرق منطقة جازان. هذا سماه قرية البولجة، وهذاك القزعة، وثانية الحدبة، والرابعة هناك العصيمة، هي قرى تراثية. مباني أثرية فريدة متعددة الأشكال والأحجام، تتفاوت مستويات الارتفاع فيها بين العلو الشاهق والمتوسط، روعية في تصميمها التركيز على الجوانب الأمنية مع الوفاء بكافة الاستخدامات الحياتية. احنا قدمنا على الهيئة بالبيوت الأثرية ويوعدونا ولا جونا، الهيئة العامة للسياحة والأثار يوعدونا انهم يجونا ولا جونا لحد الآن. يعني وش اللي يطالبون فيه؟ نطالب في ترميم وصيانة لهذا القرى التراثية. ورغم تماسك هذه القلاع والحصون والأبراج الأثرية على مر السنين، إلا أنها بدأت تتساقط وتتهالك لطول المدة وانعدام الاهتمام والعناية من قبل الجهات المعنية بعد أن هجرها أهلها إلى المباني الحديثة. المواطن يسعى أو يتبع الخدمات، حيثما وجدت الخدمات يقترب لها، بدليل أنه معظم الناس الآن قريبين من سواء حاضرة بني مالك الدائر أو في نفس المدينة. نحن بحاجة إلى افتتاح مكتب للسياحة في الدائر للمحافظة على هذه المباني التراثية وغيرها من القلاع والبيوت بأنواعها. هذا قرية تراث أبواتنا وأجدادنا، ونحن ما نبغى تزال، لأن نحن مواليد ذات المسك. كلنا إذا سألنا في الأحوال أو سألنا في محل قلنا نحن مواليد ذات المسك ونحن ما نبغى تزال. دعوات متكررة من أبناء محافظة الدائر بني مالك للجهات المعنية بالالتفات لهذا الإرث التاريخي الجميل المتمثل في هذا الطراز المعماري الفريد الذي يشكل أحد أهم العوامل في الجذب السياحي بالقطاع الجبلي في منطقة جازان وعلى مستوى الوطن. تمثل البيوت الأسطوانية والطراز المعماري الفريد هنا في محافظة الدائر بني مالك المتمثل في القلاع والحصون القديمة وتصميمها الجميل إرث حضاري فريد ينتظر الاهتمام من قبل الجهات المعنية. عبد الله الفيفي، محافظة الدائر بني مالك، جازان. طيب عشان نتكلم عن هالموضوع بتوسع أكبر معي مباشرة من جازان أحد مشايخ قبائل محافظة الدائر الأستاذ يحيى الكبيشي. حياك الله أخو يحيى. الله يبارك فيك إن شاء الله. يعطيكم العافية. الجميع إن شاء الله. لكن أنا ودي أعرف المباني اللي عرضت قبل شوي في التقرير، كم تقول عمرها؟ كم تتوقع عمرها؟ والله الحقيقة بعضها من الأجداد، يعني لا نسمع من الأجداد إن هي قديمة، ويعني ما أحد يصدق البنيان هذه بالهندسة المعمارية القديمة. ما كان في ذاك التعليم عرفت الله، ولكن كان في حقيقة القرى هذه بعضها يمكن مثل قرية قير، ومثل بعض القرى يمكن من 300 سنة أو 200 سنة أو أكثر، يعني عرفت ولا لا. فحقيقة في قرى كثيرة في 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 المحافظة، وقرى تراثية ومواقع سياحية، ولكن تفتقد لأشياء كثيرة كالترميم وكما حافظت عليها. أنا بسألك عن الترميم وبسألك عن هيئة السياحة، لكن أنا يعني مزعج جدا إنه هذه المباني صارت الآن تقادمت وتهالكت، الأهالي هجروها خلاص تماما، ما عاد لها يعني ما عاد يجون عندها، ما عاد يهتموا في ترميمها الأهالي.
والله حقيقة في بعض مهتمين وفي بعض يعني زي ما تقول يعني ضعف كل المادة عرفت ولا لا، أو انتقالهم إلى المحلات الذي وصلتها الطرق المسهلة والسهلة فراحوا عنها، بعضهم هجرها عرفت ولا لا، وبدت تتهالك، وهي حقيقة تراث يعني فريد من نوعه في الجميع في جميع أنحاء المملكة، لا أقول يعني أبالغ أو في عرفت ولا لا، لكن عندما تنظر لقرية مثلا قير أو الولج اللي قال لك قبل شوي أو قرية قير هذه حتى تعتبر حصون من حصون الحروب في أيام الجاهلية يعني عرفت ولا لا، صحيح، فيعني لا زال يعني في محافظة ولكن ليست المحافظة اللي يعني تشجع على بقائها. في 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 شيخ يحيى في رجال المع، تصور انت رحت رجال المع شفت القريه القديمه عندهم كان عمرها من 400 500 سنه، صينوها واهتموا فيها وجددوها بجهود الاهالي، صارت الان مزار يعني صاروا سياحيا كبيره ومميزه، يعني الاهالي عندكم ليش ما يكون عندهم نفس الموضوع هذا بعيد عن الجهات الرسميه؟ والله لا تنسى رجال المع سمو الامير خالد الفيصل هو اعتقد اول من تبنى الشياعه في المملكه اعتقد يعني ايش ما عرفت ولا لا، وشجع الاهالي على انهم يرجعوا للعادات القديمه وللتراث وايش ما، وكان في برضو رجال الاعمال لهم دور عرفت ولا لا، فمحافظه الدائره هذه كمحافظه حدوديه يعني صعبة شوي عرفت ولا لا، لكن لو حصل التشجيع من رجال الأعمال أو من يعني من الزائرين، لكن أنا أعتبر إنه المحافظة هذه لم يشملها الإعلام كثيرا حتى يتعرفوا عليها، لأنه حتى يوجد فيها مثل العين الحارة، ما أدري عندك خلفية عنها؟ لا والله ما عندي خلفية عنها. العين الحارة هذه يجونها من الإمارات ويجونها من قطر ومن الكويت ومن اليمن ومن مناطق المملكة العربية السعودية، والأمير نايف الله يرحمه ويسكن الجنة كان قد تبنى أنه ينشأ مركز سياحي في العين الحارة هذه، ولكن الله يرحمه راحت. وش فيها العين الحارة هذه؟ والله هذه عين حارة استشفاء على ما قالوا للحساسية والروماتيزم أو مدري ترى لا تواخذني ترى ما أحفظ إيش ما عرفت ولا لا، فالعين الحارة هذه كان في الصيف بالذات تجي يعني كل دول الخليج تجي عليها، يجلسون فيها من 4 أيام من 3 أيام من 5 أيام، ويعني لو المحافظة غنية بالسياحة وبالقرى الأثرية، حتى القرى الأثرية يتعجبون منها الناس اللي يجونها. العين الحارة أذكر أنه دكتور بريطاني زارها ويقول هذا موية كبريتية أو من هالكلام عرفت ولا لا، فيعني طيب انا اذا سالتك عن هيئه السياحه والاثار وصلت عندكم جتكم تكلموا مع الاهالي اصحاب المباني هذه ولا يعني ولا حجاكم؟ والله الحقيقه نسمع عن هيئه السياحه نسمع عنها، ولكن نتكلم مع بعض الاخوان في السياحه هنا ويقولون إن شاء الله، ولكن كلمة إن شاء الله هذه طيبة لكن ما جاء لها مفعول عرفت ولا لا. فالسياحة بالنسبة لدور هيئة السياحة في محافظة الدائر بني مالك معدومة تماما يعني بكل صراحة، يعني أنا لا أريد أن أظلم أحد أو إيش، لكن عندك قرية قير هذه يعني حاولنا وطلبنا من أهلها وقالوا إحنا مستعدين نتعاون بس نبغى الدعم عرفت ولا لا، وبرضو صيانة الخطوط لأن الخطوط عندنا بيني بينك الطرق صعبة شوي عرفت ولا لا، يعني الوصول إلى هذه القرى والقلاع صعبة الحين يعني ما هو يعني لو صينة الطرق أو وسعت ما هي بصعبة عرفت ولا لا، ولا هي حتى تقول مثلا صخرية ما يقدر أحد يقدر عليها. طيب شيخ يحيى أنا اللي عندي إنه العين الحارة أظن جاي لها مشروع الفترة الجاية، يعني إن شاء الله إنه الفترة الجاية بيتم المشروع الخاص بالعين الحارة، ولعل هذا يعني يفتح الطريق أمام القلاع والحصون هذه إن الناس يطالعون فيها يزورونها تستفيد المنطقة تزدهر أكثر. والله العين الحارة في طريق لوزارة النقل
وقرب على أنه إن شاء الله ينتهي، ولا أن المقاولين بعض المقاولين يأخذ له كم شهر وراح، ولكن حقيقة نحن نرغب أن تكون السياحة لها دور موجود في المحافظة وتشجيع أبناء المحافظة حتى لو بالترشيد والدعم المالي. الدولة ما تقصر، وسمو الأمير سلطان بن سلمان مرة من المرات سأل عن قرية من القرى في جبل طلان الظاهر أنه يشمو، فصارت المتابعة والمنشود، ولكن بعدها لم يتم أي شيء، عرفت ولا لا؟ فنتمنى من الله سبحانه وتعالى ثم من سمو الأمير سلطان بن سلمان أن يقوم بزيارة لهذه المحافظة، وحنا نستقبله بقلوب واسعة وبصدور رحبة لكي ينظر المحافظة، ينظر تراثها، ينظر قراها، ينظر ما فيها من الأسرار للسياحة يعني. يعني لو سألنا زي القرى هذه، خلينا نرجع الأول من أول، يعني أنتوا كنتوا يعني تشتغلون فيها كعوائل وأهالي عموما، قول لي كيف كان ممكن الواحد يعني يسوي بيت زي البيوت الجميلة هذه بدون مهندس معماري وبدون مستشار وبدون قاعدين يشتغلون الأهالي؟ اشرح لي كيف كان الوضع زمان في بنائها. الحقيقة كان يقولون البناء اللي يبني يسمونها البناء، عرفت ولا لا؟ ايه، ولها ميزة برضو على العمالة الموجودة، عرفت ولا لا؟ البناء هذا المهندس، هذا مهندس. ايه، هو اللي يبني وهو المهندس، عرفت ولا لا؟ ايه، فكان له ميزة حتى عن العمال، عرفت ولا لا؟ حتى في الوجبات بعد، ما هو في الاشمو يدلعونه في الوجبة يعني. ايه اجل، وفي الايجار، وفي الايجار برضو، عرفت ولا لا؟ اجرته تصير اعلى. نعم، عرفت ولا لا؟ فما أذكر قصة من القصص في شخص بنى قرية في الثاهر ولا زالت موجودة، فكان فيها 4 بنائين، أيه، وكان يعطيهم وجبة واحدة، ويجي عند البنا هذا يقول ترى غدا فلان أنت غداك أطيب من غدا فلان، عرفت ولا لا؟ أيه، على أساس إنه يشموه، بس ما تعلمهم، عرفت ولا لا؟ أيه، ولا زالت القرية هذه موجودة، ولا حد حتى فيها حجر كبير، أيه، يقول إنه هذا شخص اللي شاله وطلعه وحطوا فيه من الحصى الأبيض، هذا نسميه مرو. المرو، إيه، المرو معروف الأبيض، عرفت ولا؟ قالوا هذا ربع حجر فلان العامل فلان، عرفت ولا؟ فحقيقة يعني، وبعدين كانوا يزهمون القبائل في يسمونها العانة، عرفت العانة يعني زي الأعانة، عانة يجتمعون 50 نفر 100 نفر 200 نفر على أساس يجيبون الأخشاب اللي يحطونها على السقوف. وكان تسمع الأهازيج والرمايات يعني كان المجتمع متعاون يعني حقيقة يعني كان شيخ يحيى كان الوضع من أول أنه كل العائلة تشتغل في بناء بيتها، بناء بيت، النساء يساعدون في الطابخ، الرجال قاعدين يبنون، الأغاني يعني في كل مكان، الناس قاعدة تطرب نفسها وقاعدين يغنون ويبنون بيوتهم ويبنون تاريخهم أيضا. نعم نعم، وبعد العشاء بيقومون طال عمرك في الفرح، على ما يقولون عندنا الجامل والهصعة، عرفت ولا لا؟ فيعني أشياء يعني غريب يعني حقيقة، نتمنى عودتها لكي يتبناها شبابنا. أي والله، الحمد لله، احنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام وأن يعز دولتنا. آمين، وأن يوفق قائدنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ملك الحزم والعزم، والله يوفقه إن شاء الله لما أعاد لنا من السمعة ومن الشرف، وللدول العربية والإسلامية، ولولي عهده ولي عهده. طيب، فنحن في نعمة، نحمد الله ونشكره. الحمد لله. شيخ يحيى، بس بما أنك أنت من 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 محافظة الدائر وهي من المحافظات الحدودية، الأمور عندكم كيف؟ بشرنا رجالنا اللي موجودين، كيف عندكم الأمور؟ طيبة، برجول بوجود رجال الأمن وقواتنا المسلحة، كل شيء طيب، وندعو لهم ليلا ونهارا، وإن شاء الله إنا إلى خير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر دولتنا وأن يحفظ قواتنا في الحدود وفي في الوطن ككل. فحقيقة حنا إن شاء الله معهم، إذا ما كنا معهم في الحد فحنا معهم بالقلب وبالدعاء، ولو دعانا اللزوم فحنا مستعدين لأي طائر، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفنا شر الأشرار. الحمد لله، وأن يعيد شرهم في نحورهم إن شاء الله. آمين، وإن شاء الله الأمور على وشك الانتهاء بإذن واحد أحد إن شاء الله. أخوي الشيخ يحيى الكبيشي، بصراحة كنت مرة مبسوط ومستمتع بالحديث معك، يعني محافظة الدائر والمحافظات أيضا الأخرى
يعني محتاجين نظرة من هيئة السياحة لعل السياحة تتطور في هالمناطق، وأيضا يستفيدون الأهالي وكلهم مستعدين في خدمة السياحة أنها تجيكم. شكرا جزيلا لك، يعطيك العافية. لو سمحت لي سم أضافة بسيطة. سم الجبال الموجودة في هالأشياء تراها كثيرة، ليس بجبل واحد. أنا عارف اليحيى والزيدان وجبال الخالد والعزة والسعيد وحبس والسلمة وجبل طلان وجبال الحشر ودفا بجبل ثهران، فهذه ترى هم في حاجة إلى الدعم. بلغهم السلام جميعا. شكرا جزيلا لك العم يحيى الكبيش، يعطيك العافية وشكرا جزيلا لك. احنا الأسبوع الماضي تكلمنا عن البطحة واللي صاير في البطحة، وكانوا معانا البلدية وتكلموا انه ان شاء الله لعل الجهات الحكومية الأخرى تتجاوب وتكون موجودة أمنياً وأيضاً بلدية جوازات أغلب الجهات الحكومية. وقلت في ذيك الحلقة أنه بنروح لسوق ليا اللي هو سوق الحاسب، سوق الكمبيوتر اللي يسمى يعني بالبلدي حراج الكمبيوتر، هذا موجود في ليا في الرياض وسط مدينة الرياض. رصدت كاميرا البرنامج خلال جولتها اللي وعدنا فيها في سوق حراج الكمبيوتر حي العليا في الرياض عدد من المخالفات من بين جدران هذا المحل، لا سيما اللي تقوم فيها العمالة السايبة اللي موجودة في كل مكان في سوق الكمبيوتر اللي اتخذت موقع الحراج مأوى لها لممارسة أعمالهم المخالفة للنظام، حيث تتمثل تجاوزات بعض العمالة بالعمل لدى العمل غير صاحب مع غير صاحب العمل، ويكون بعضهم هاربين من كفلائهم، وشوف الخسارة اللي تكون على الكفيل، وتشغيل العامل على غير المهنة المدونة في رخصة العمل، إضافة إلى المحال اللي تعمل دون ترخيص ومحال أخرى تزاول العمل رغم انتهاء مدة الترخيص من عدة سنوات. عبد المحسن التميمي راح هناك وجاب لنا هذا التقرير، نشوفه ونرجع من ثاني. ما معنا أي جهة حكومية للحديث عن هذا الموضوع، لكن احنا نقول هو صورة مع التحية لأغلب الجهات اللي كان يجب أنها تكون موجودة في العليا اللي قريبة من كل الجهات الحكومية. عندما نتحدث عن سوق الكمبيوتر فنحن نتحدث عن كمية المخالفات العشوائية الموجودة هنا والتي تباع بطرق غير شرعية. كاميرا برنامج الراصد رصدت بعضا من هذه المخالفات في أحد المحلات التي اتخذت سوق الكمبيوتر مأوى لها ولممارسة أعمالها المخالفة في بيع الأفلام المخلة وبرامج القرصنة. طب إذا كنت أبي برامج اللي تفك الحظر بترتفع القيمة كم ممكن؟ إيش البرامج اللي تفك الحظر؟ الإيش؟ إيش هذا؟ طيب مثلا برامج ثانية تفك الحظر كم؟ وكم تركبها هذه؟ كم؟ 280 وتفك كل الملفات المحظورة وكل المواقع؟ طب ما حصل عندك أفلام كذا كويسة؟ إيش؟ البسطات العشوائية تحتل أيضا نصيبا من هذا السوق في مزاولة هذا العمل دون ترخيص مسبق من الجهات المسؤولة. تقريبا بس إنه تبع كفيل يعني ما فيها أي مشكلة. البسطات العشوائية في الشارع ممنوعة. ما أدري هذا هو حل حرب حلالة، يعني أنا جاي عامل عندي يحطني هنا يحطني بمحل. مافيا سوق الكمبيوتر لقب أطلقه أصحاب المحلات على العمالة التي تقف عند بوابات السوق وتمارس مهنة بيع القطع الإلكترونية بدون ترخيص رسمي. فهم مسيطرين على السوق صراحة، يعني إحنا صاحبين المحلات صاحبين الحلال صراحة ما حد يدخل عليهم لأنهم هم واقفينهم تحت يمسكون الزباين، فما يخلونهم يطلعون يقولون إحنا نأمن لكم البضاعة اللي بتكون معها. طبعا البضاعة ما راح تكون هي البضاعة الأصلية.
سوق الكمبيوتر، مأوى للعمالة السائبة ومركز للقرصنة المعلوماتية في بيع وترويج عدد من المخالفات في هذا السوق. عبد المحسن التميمي، الإخبارية، الرياض. صورة بسيطة جداً اللي عرضناها، في مشاهد كبيرة جداً تجاوزناها وما حاولنا نعرضها، يعني البلدية، الجوازات، الجهات الأخرى أيضاً. شوفوا الوضع في سوق العليا، الكمبيوتر اللي تبغاه موجود إلكترونيا، قرصنة، تبغى تأخذ اشتراكات في قنوات، اللي تبغاه موجود، والكل يعرف عنها، وهم يقدرون يروحون الآن ويشوفون اللي موجود هناك ويلاحظون الفرق وهل كلامنا صحيح أو لا. وإحنا ترى جبنا جزء في أجزاء كبيرة جداً قاعدين يعني ما طلعناها عشان يعني لعلنا نشوف في أي تجاوب. شكراً جزيلاً لكم. نغلق مع سوق كمبيوتر الرياض ملفات حلقة اليوم، لعلها جازت لكم إن شاء الله. مشاهدينا تدايم عين الراصد، راسلونا على وسائل التواصل الظاهرة أمامكم على الشاشة. وأيضاً موقع الإخبارية .net فيه الكثير من الأخبار وأيضاً التقارير المتنوعة. نهاية حلقة اليوم، استودعكم الله، مع السلامة.